صحتنا قلبنا. اهلا وسهلا صباح النور. شرفت ونورت. اهلا وسهلا. كيفك؟ اهلا وسهلا. كيفكم؟ استاذ عبد الحليم صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الورد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ نحن كثير مناح. وكنا قاعدين عم نحكي عن صحة فم المرأة الحامل. ابن حلال يعني جيت على الوقت. على الموضوع المناسب. كنا قاعدين نحكي يمكن قدي الأم لازم تبذل مجهود خلال الحمل لحتى تحافظ على صحة الفم، خصوصا أنه إحنا بنعرف في مرحلة تكوين الجنين بيكون عم ياخد من الكالسيوم الخاص بوالدته أو الأم الحامل. احكي لنا أكثر شوي عن هذا الموضوع. هلأ في البداية خلينا نتفق على شغلة. اول شيء بدنا نحكي عن معلومه انه الطفل بيتغذى على الكالسيوم تبع الام. هلا هاي معلومه شويه شائعه لكنها هي شويه يعني فيها غلط بسيط. الكالسيوم بيمتص من العظام مش من الاسنان. هلا السبب الاساسي لمشاكل اللثه ومشاكل الاسنان عند الام هو ارتفاع هرمون الاستروجين والبروجسترون عند المراه. ارتفاع هدول الهرمونين خلال فتره الحمل او خلال فترات متعدده من حياه المراه بيسبب عنا تورم في اللثه، بيسبب عنا انخفاض في مستوى اللعاب، وهذا بيعمل عنا يعني اغلب مشاكل الفم والاسنان. كنا بنتكلم دكتور حليم، مش عارفه حضرتك سمعنا ولا لا، انه اللثه يمكن من الاماكن المفتوحه في جسمنا، احنا المسؤول على نقل الامراض او نقل الاشياء الضاره لبقيه الجسم، بالذات زي ما قال الدعاء الام الحامل او السيده الحامل قد ايه لازم تكون العنايه باسنانها مضاعفه، مش بس كده في اختيار المعجون، في اختيار الطبيب، في طريقه الاكل، في اختيار الماكولات، الام المدخنه، كل ده بيأثر على الجنين. الناس دلوقتي اللي بتشوفنا في البيوت اكيد بيقولوا معقول الناس بتتكلم بجد الاسنان ليها علاقه بالجنين؟ فانا حابه حضرتك ترد على الموضوع. نعم اكيد. هلا احنا في البدايه لازم اي ام بتفكر انها هي لسه قبل ما تخطط لسه للحمل وقبل ما تبدا لازم تكون في البدايه اي شخص لازم تكون عنايته باسنانه جيده، وهذا الشيء متفق عليه، لكن انه لازم تبدا بالعنايه بالاسنان قبل فتره الحمل. قبل فتره الحمل اول شيء لانه احنا بدنا نتجنب اي اجراء طبي او اي خلع مثلا او هشاص خلال فتره الحمل او اي ادويه خلال فتره الحمل، فبنفضل ان احنا قبل ما يبدا الحمل تبدا تراجع مع طبيبها تعتني باللثه. زي ما حكيتي اللثه بيصير لها تورم خلال فتره الحمل، وهذا بسبب عنا ممكن انه يسبب اذا ما كانت العنايه بالاسنان جيده وما كان في متابعه مع الطبيب ممكن يسبب عنا تكون جيوب لثوية عميقة، خصوصا إذا كان ما في عناية بيكون في عنا تراكم للبلاك، بيكون في تراكم تراكم لتكلس الأسنان، وهي هذا عبارة جير هو عبارة عن مستنقعات بكتيريا، فهاي التكونات بتكون مع التهاب اللثة بتزيد عنا نسبة التهابات اللثة وبتزيد عنا نسبة فرصة فقدان الأسنان مستقبلا بسبب هاي الشغلة. هذا الكلام كله جميل دكتور، ولكن احيانا في بعض الاشخاص او بعض الافراد عندهم نوع من انواع اللعاب اللي بيساعد على تكوين الجير، يعني بيقول لك هو المريض هو يعني بيئه خصبه عنده لتكوين الجير، حتى لو ما اكل مثلا ابتعد عن المأكولات اللي بتكون منها الجير او المشروبات اللي بتكون منها الجير، كيف ممكن تعطوا له نصيحه لهذا الشخص انه شو يعمل شو يسوي كيف يعمل كنترول على نفسه؟ هلا كميه اللعاب تنخفض بسبب انتاج الهرمون لدى المراه الحامل. هلا اللعاب نفسه يعني لا احيانا بيكون هو زياده في زياده حموضه في اللعاب او بسبب تكون. هلا احنا في اغذيه معينه ممكن ان هي تساعد على خفض هاي الحموضه، شرب الماء بكثره بيساعد على خفض هاي الحموضه، تنظيف الاسنان بيساعد على هذا الشيء. هلا بيصير اكثر بيتجه القاعديه احنا بنسميها، يعني بنخفض حموضه اللعاب علشان يكون افضل للاسنان وبيئه افضل للثه والاسنان. بس ليه بالذات سوري لا عادي كلام، كنت بس عايز اسال الدكتور هو كمان لو انت عندك معلومات عشان انت بتحب الطب والكلام ده، اشمعنى فتره الحمل؟ اشمعنى الستات يعني المساكين هم اللي عندهم مشاكل في كل حاجه في حياتهم؟ يعني حتى السنان واحنا حامل كمان يا دكتور. حضرتك فيمينست صح؟ لا اوكي لا تمام. هلا خلال فتره خلال هلا خلينا نحكي لك شغله، هلا في عندي خبرين، واحد منهم منيح والثاني مش منيح. الخبر المنيح او الخبر الجيد انه حسب الدراسات انه السيدات
هم الأكثر عناية بالأسنان من الرجال. نسبة استخدام المرأة للرجل بالنسبة زيادة أكثر من الرجل 8%. يعني أنتوا أكثر عناية، أكثر بتتابعوا في العيادات، أكثر بتزوروا الأطباء، لكن التغيرات الهرمونية عند المرأة بتخليها عرضة أكثر لمشاكل اللثة والأسنان أثناء الحمل. أثناء الحمل، أثناء فترة انقطاع الطمس لما تكبر بالسن، فترة البلوغ، هاي الفترات كلياتها بتصير فيها تغيرات هرمونية بتأثر على حياتنا كلها صعبة يا دكتور. حياة الست صعبة والله. لكن مثل الكل، إذا كانت هي في عناية بالأسنان، وإذا كان في عنا اعتناء في اللثة واعتناء وتنظيف المستمر وزيارة دورية لطبيب الأسنان، بيكون تأثرها بهاي التغيرات أقل. زين دكتور، احنا نعرف يمكن فترات الحمل المراه دائما تتعرض لك للتقيؤ، تعرف ان فتره الحمل كذا الحرق باليوم يومين تتقيأ فيهم، الاسيد اللي يطلع من عند الجسم ويدخل الاسنان هل ياثر على اسنان الحامل هي نفسها وياثر على الجنين نفسه، وشو طرق العلاج المهمه والصحيه؟ نعم صحيح. هلا احنا لما يكون اي شخص بيكون في عنده حتى ارتجاع مريئي، حتى الاشخاص العاديين مش بس لا. في فتره الحمل بتزيد عندنا اللي هي اللي بسموها العيان او في هاي الفترة بيزيد في عندها العصارات المعدية بتطلع، وهذا الشيء بسبب الارتجاع المريئي. الارتجاع المريئي بسبب عنا زي ريفلكس، هاي بسبب عنا تآكل في الأسنان صحيح. أو بسبب حموضة هذا. طبعا مع التنظيف، طبعا مع التنظيف المستمر للأسنان، عشان هيك احنا بنطلب أي من الحامل أنها هي تضاعف عنايتها بالأسنان حتى تقل حموضة اللعاب في هاي الفترة. صحيح. طب هل خلينا نوضح شوي الصورة أكثر وأكثر. أكيد كل حدا بيعتني بأسنانه، بس لكن هل المرأة الحامل مطلوب منها دكتور أنها تبالغ شوي بتنظيف أسنانها؟ هل في نشاط زيادة عن نشاطها الاعتيادي؟ هل مطلوب منها شيء يعني بدنا نقول أكثر إضافي على نشاطها؟ نعم، أول شيء هي لازم أنها هي تزور طبيب الأسنان، تراجع طبيب الأسنان زيارة دورية مش أكثر. بالإضافة للعناية بالأسنان، تنظيف الأسنان بالخيط كثير مهم عشان الوصول للأماكن اللي ما بتوصلها الفرشاة. تنظيف الأسنان خصوصا بعد ما قبل شوية ذكرتوا الارتجاع المريء، تنظيف الأسنان مباشرة علشان إحنا ما تكون هاي، ما تضل الأحماض على الأسنان وتأثر فيها. الاعتناء باللثة، دائما احنا بنحكي للمرضى، كل المرضى انه تنظفوا اللثة وبعدين تنظفوا الأسنان او تنظفوهم مع بعض. يعني في ناس كثير بتنظف الأسنان خلص بسرعة، في ناس بتتجاهل تماما اللثة وكأنها مش لازم انها تنظف، في ناس بس خلص هي بتنظف الأسنان وبالآخر الأكل بيتجمع بين الأسنان واللثة، وطبعا هاي بتسبب مشاكل لا حصر لها. يعني من هل شيء بالأسنان يأثر في على الجنين ولا لا؟ والله مش عارفة الدكتور قال كده. الكالسيوم الموجود اللي يكون في الأسنان يمكن أثر على الطفل، يعني هذا شيء صحيح ولا شيء معلومة غلط؟ يعني هلا الكالسيوم ما له علاقة بمشاكل الأسنان عند الحامل، لكن أكيد الكالسيوم لازم أنها تأخذ سبلايز المرأة الحامل علشان، أو مكملات غذائية علشان الطفل. أكيد يعني ما شو هي المكملات الغذائية؟ يعني بتذكر قبل فترة كمان كان موضوع كتير شائع وهلأ اختفى، حبوب الفلورايد اللي هي بتساعد على تقوية الأسنان فيها كتير فيتامينز، اختفت حبة الفلورايد، شو السبب وشو هي المكملات الغذائية اللي ممكن الحامل تستفيد منها؟ المكملات الغذائية موجودة وفي منها يعني الكالسيوم وهاي الأمور، وهي شغلة عادة بتتابعها مع طبيبها المرأة الحامل وبيوصف لها إياها الفيتامينات والكالسيوم وهاي الأمور. بالنسبة للفلورايد، هلا الفلورايد بنسبة كبيرة ممكن إنه هو يأثر على أسنان الجنين، وحتى في المرحلة في المراحل العمرية من طفولته مش لازم إنه هو يتعرض لكميات كبيرة للفلورايد، بصير في عنا شيء اسمه تسمم الفلورايد أو الفلوروزز. هلا هذا بيكون بتلاقي عند الطفل أو بعض الأطفال، إذا بتلاحظوا حتى في بعض المناطق في العالم اللي بتكون نسبة الماي نسبة الفلورايد فيها عالية، بتلاحظوا إنه بقع بنية أو بيضة على الأسنان في بتكون في بنية السن، هذا كله بسبب الفلورايد الزايد. حتى الأطفال دائما احنا بنوصف لهم معجون أسنان لمرحلة العمرية تاعتهم بتكون نسبة الفلورايد فيه مخففة عن الفلورايد عن المعجون العادي الكبار. اكيد يعني معلومة حلوة. مزبوط. دعاء يعني هاي كتير نصائح مفيدة، وخاصة انه لازم كل امرأة مثل ما حكى دكتور عبد الحليم انه تراجع الدكتور اول باول، نظافة الأسنان واستعمال الخيط،
اكيد في اشياء كثير، وكمان تعمل الفحص الدوري بخصوص فيتامين او الكالسيوم اللي موجود عندها. نقطة اضافية كمان في ان الغذاء، الغذاء كثير مهم، التركيز على الالبان، التركيز على الخضروات والفواكه، نبعد عن الاشياء السكريه والاشياء اللي مشروبات الغازيه، وهي الامور هاي بتزيد عندنا مشاكل الاسنان. في كمان للمراه الحامل كمان مهم او معلومه كثير ما بيعرفوها الناس، اللي هي الاجبان البيضاء. الاجبان البيضاء كثير مهمه لصحه الاسنان، وبتساعد كمان على خفض حمضيه اللعاب، فهذا الشيء كثير يعني لازم انه نحافظوا على الناس، يعني حتى مثلا اجبان البيضاء قبل النوم بتكون كثير بتحافظ على قاعدية اللعاب. طب بما ان حضرتك ذكرت الاكل والشرب، ايه المأكولات والمشروبات المفيدة لصحة اللثة اللي بتمنع اللثة من الالتهاب او بتمنع اللثة؟ لانه زي ما حضرتك ذكرت من شوية كل مشاكل بتأتي يعني فيما بعد في الاسنان بيكون سببها اللثة، انه مثلا والله تسوس والسن وقع، خاصة الناس اللي بيحطوا فينير مؤخرا او الاشياء التجميلية، بس اللثة يحصل لها حاجة بتأثر على هذا الشيء. فنقدر ان احنا يعني نتجنب ده ازاي؟ ناكل ايه؟ نشرب ايه؟ ناخد ادويه ازاي؟ يعني انصحنا، ادينا شويه معلومات. هلا زي ما بنعرف، زي ما هي تربه سليمه بتعني شجره سليمه، لثه سليمه بتعني سن سليم بكل تاكيد. جمال الاسنان في جمال اللثه. هلا زي ما حكيت قبل شوي، الخضروات والفواكه، الالبان، المنتجات الطبيعية، نبعد عن السكريات، أو حتى بعد ما احنا نتناول السكريات دائما التنظيف مباشرة. كمان نضيف عليهم انه احنا نبعد عن المشروبات الغازية لأنها هي غنية بالسكر، والمأكولات والمأكولات غنية بالسكر، أو بنسميه احنا الستيكي فود، الاكل اللي بيلزق بالاسنان. هذا اللي بيكون مليان سكر، متوحمة على بيبسي ولا متوحمة على شيء غازي مثلا، يعني تاثر اكيد، او اللي هو الحلويات الجيلي كولا والحاجات. انا من فتره كان الوالده قالت لي الاسنان او شكل الاسنان تتغير يمكن مع الحمل، لكن حسب ان المراه تكون هي حامل كانت تقز على اسنانها، او يكون في فروقات بين الاسنان تصير، او الاسنان تتقدم على قدام. هل هذا شيء صحيح ولا ما ياثر على حجم السن او شكل السن؟ يعني هاي حالات خاصة، يعني حالات ممكن تكون خاصه اذا كان في عنده بروكسيزم او هي بتكز على الاسنان. ايه الحل في الموضوع ده دكتور؟ الحل انه احنا نزور طبيب الاسنان ونعمل ما يسمى الواقي الليلي، اللي هو عباره عن شيء اللبس، النايت جارد. اي النايت جارد. نعم عندي واحد بس بكسر نفس الشيء. اختلف، خطر لي سؤال بس يمكن تستغرب منه دكتور، ولكن بدي رايك فيه. اذا كان ما يمر عليك عدو يا ربي ولا يجبر عليك سلطان حبيبي، اذا استدعى الامر انه في مشكله تستدعي جراحه الفك، جراحه الفك، هل بتعملوا العمليه اثناء فتره الحمل، او هل انه ممكن تعطوها شغله مثل هلا بعرف انه الادويه ممنوعه بفتره الحمل كالمسكنات وغيره وغيراته، بس لكن شو الحل الامثل لتواجه هاي المشكله؟ هلا عاده اي اجراء جراحي غير مستحب اثناء فتره الحمل. اذا كان هناك اي اجراء طبي ممكن انه احنا نجريه، ممكن نعمله خلال 3 اشهر الثانيه من الحمل، مش اول 3 اشهر ولا يعني الرابع الخامس السادس، هم أأمن فتره انه احنا نعمل فيهم العلاج. الاشهر الثلاث الاولى والاشهر الثلاث الاخيره فيهم خطوره على صحه الجنين، علشان هيك احنا دائما بنفضل انه احنا خلال 3 اشهر الوسط. بالنسبه للادويه، في ادويه كمان انه زي الدايكلوفيناك، زي الايبوبروفين، زي هاي المسكنات، في عندنا كمان ادويه زي يعني بعض المضادات الحيويه، هاي مش لازم انها هي تنعطى خلال فتره الحمل، لازم يكون في متابعه. في شيء بديل زي حق احنا الم الاسنان مثلا كل الحمل ما تاخذ اي مسكن، في شيء بديل حق الباراسيتامول مثل البانادول والادول وهاي الادويه وباسمائها التجاريه المختلفه، هو بيكون الأأمن خلال فترة الحمل. طبعاً الأسبرين، الدايكلوفيناك، هاي غير كل أدوية نتجنبها، لأنه الأسبرين في السلسلك أسد ممكن أنه هو يسبب تميع في الدم، وهنا بيعمل مشكلة. يعني بصراحة موضوع جداً شيق، يمكن المرأة الحامل ما بتنتبه لموضوع أسنانها، بتنشغل بأمور تانية وبتهمل الموضوع أسنانها، وهذا يمكن شيء خطر على صحتها. وزي ما قلنا طبعاً زيارة الطبيب قبل المصيبة هي أحد الحلول، والوقاية خير من ألف علاج. كمان عنا ننتبه كمان سريع قبل ما نبدأ، ننتبه كمان لنقطة أنه صور الأشعة، عن الأشعة كمان لا تعتبر آمنة، وإذا اضطرينا ناخذها خلال 3 أشهر الأولى لازم يكون في الستره الواقيه من الأشعه
علشان ناخذ هاي الصور فعلا. يفضل انه تعملوا اصلا قبل الحمل حتى تتجنب اي مشكله. دكتور عبد الحليم شرفتنا ونورتنا، حديثنا كان جدا شيق وموضوع جدا مهم. طبعا راح نلتقي فيك اكيد بلقاءات متجدده. خلينا نطلع بريك ومن بعدها راجعين. شكرا جزيلا، شرفت فيكم. شكرا نورتنا.